على ألحان هذا النشيد الوطني يشق موكب العميد عدنان الحمادي طريقه نحو مقر اللواء 35 مدرع، اللواء الذي خرج منه مكسورا قبل عام تقريبا إثر سيطرة الميليشيات الإنقلابية عليه بعد قتال دام 28 يوما ليسترده أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في معركة لم تصمد فيها الميليشيات سوى ساعات فقط. اليوم نعود إلى اللواء لاستلام اللواء من أخواننا في المقاومة الشعبية وأيضا في الجيش الوطني. إحنا في العام الماضي في يوم 21/4 غادرنا هذا اللواء بعد قتال دم 23 يوم في مقر هذا اللواء، والتي منه انطلقت المقاومة الشعبية في تعز من بعد سقوط اللواء مباشرة. هنا يصل القائد إلى مقر اللواء ليقبل التراب ويسجد لله شكرا في لحظة تاريخية تؤكد عودة الحق إلى أصحابه. تم انتشار هذا اللواء في دبابات الذي بقت في يد المقاومة من مقر اللواء في يوم 11/4، واليوم وسقط اللواء في يوم 21/4، واليوم بفضل الله نعود إلى مقر اللواء الحمد لله. استعادة السيطرة على مقر اللواء 35 مدرع تشكل نقلة نوعية في المعارك التي تشهدها تعز على طريق التحرر من الميليشيات الإنقلابية، خصوصا بعد فك الحصار من الجهة الغربية. لحظة تاريخية فارقة انتظرها منتسبو اللواء 35 مدرع كثيرا، لكنها تتحقق لهم اليوم ويعودون إلى مقر لوائهم. فواز الحمادي، قناة بلقيس، من مقر اللواء 35 مدرع تعز.